الانتخابات الرئاسية وهي تقترب من خط النهاية لا تترك لخبراء الاقتصاد سوى التكهن بما قد يؤول إليه مسار الاقتصاد الأكبر في العالم. وهو ما يجعل أحاديث الانتخابات الرئاسية هذه الأيام في قلب اهتمامات المستثمرين في دبي الذين يترقبون إعلان اسم الرئيس الأمريكي المقبل في محاولة ربما لاستقراء تأثير سياساته الاقتصادية على أعمالهم. نكمل ما بدأناه في الساعة الأولى مع الزميلة سعاد سكاف. كمستثمر ورجل أعمال يقيم في دبي، يؤمن نزار الهادي أن التأثيرات الجيوسياسية تلعب دورا بارزا في مصير الشعوب واقتصادياتها، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية وانتخاباتها الرئاسية التي يوقن أن نتائجها ستؤثر في استثماراته. أعتقد أن موضوع الانتخابات الأمريكية سوف يشغل الشارع العام العالمي والعربي والإقليمي، وفي اعتقادي الخاص أن الانتخابات الأمريكية لها آثارها على كافة الأسواق الاقتصادية العالمية، لأن الكل في حالة ترقب، في حالة انتظار، لأن فوز أي من مرشحي الانتخابات قد يعطي بعض الإشارات بالنسبة لتوجهات الأسواق العالمية في الفترة المقبلة. نمو اقتصاد المنطقة وربطه بنتائج الانتخابات الأمريكية لا تعود فقط للتأثيرات النفسية، بل إن الأرقام ومؤشرات أسواق المال العالمية تبقى الدليل الأقوى المقرون بالأرقام والسياسات الاقتصادية لكل من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين. التجارب السابقة أثبتت بأن العقل الديمقراطي هو عقل يزع نحو العمل الاقتصادي والبناء الاقتصادي. الكل يتذكر تجربة الرئيس كلينتون، وهي تعتبر هي تجربة اقتصادية زاهية، ولذلك أعتقد أن الديمقراطيون يسعون دائما إلى بناء الاقتصاد، وضع الحلول بالنسبة للمشكل الاقتصادي، وأعتقد أن أوباما يستطيع مع مزيد من الجهود أن يقوم ببعض المعالجات للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص. هكذا يرى نزار الهادي علاقة الانتخابات الأمريكية ونتائجها بأعماله، تأثر وتأثير، لكنه يتفائل بأن القادمة من الأيام سيكون أفضل. سعاد سكاف لبرنامج اليوم دبي. الاهتمام العالمي مشاهدينا بمتابعة الانتخابات الرئاسية في